أكثر من 3000 موظف فضائي أو من مزدوجي الرواتب في النجف الأشرف، رقم كبير كشفه تفعيل الرقم الوظيفي في المحافظة. تؤكد إدارة النجف أنها أغلقت بابا من أبواب الفساد عبر الحكومة الإلكترونية، إذ تكشف المتلاعبين بعيدا عن الطرق الروتينية التقليدية المتبعة منذ سنوات. تفعيل الرقم الوظيفي كشف للمحافظة ما يقارب 250 تقاطع وظيفي في عام 2022 و 3363 تقاطع وظيفي في عام 2023، مما يعني أنه هذه الفعالية وتفعيل الرقم الوظيفي هو مهم جدا في الحفاظ على هدر المال العام، وهي أول محافظة، محافظة النجف الأشرف أول محافظة تعمل بنظام الرقم الوظيفي. أحد أوجه الفساد هو الطريقة الروتينية المتبعة منذ سنوات، لكن عملية الحوكمة والأتمتة وكثير من هذه الأمور الحديثة المتطورة أكيد راح تقضي على الفساد وشبهاته. العراق واحد من البلدان المتأخرة في تطبيق الأنظمة الإلكترونية بحسب خبراء، على الرغم من الحاجة الماسة إلى العمل بها، وذلك للقضاء على ظاهرة ما يعرف بالفضائيين ومحاولة إحصاء جديدة لأعداد الموظفين عن طريق تفعيل الرقم الوظيفي. احنا نمر بعام 2023، اعتقد العراق من الدول المتاخره جدا في تبني نظام الاتمته والحكومه الالكترونيه، ودوله كالعراق هي بامس الحاجه لهكذا انظمه للحد من الفساد. مجرد تطبيق بسيط لهذا النظام كشف في محافظه النجف ما يقارب 3663 فقط خلال هذا العام، اذا تم انه جمع احصائيات منذ عام 2003 الى حتى هذه اللحظه، وهي خاصه فقط بالرقم الوظيفي. القضايا الأخرى ممكن أشخاص آخرين يعني ليسوا على الملاك الدائم يأخذوا الرواتب كعقود، يأخذوا الرواتب رعاية اجتماعية ما شملوا بهذا التقاطع الأخير. فبالتأكيد لو أنه تم تطبيق هذا النظام على عموم البلاد راح أنه ممكن نقضي بنسبة كبيرة على موضوع الفساد، قضية البريد، صحة الصدور. قد يكون الرقم الوظيفي طريقة لكشف الموظفين الفضائيين في البلاد مثل ما حدث في النجف، لكنه ليس كل الطرق، فهنالك إجراءات أخرى لا تقل فاعلية، أهمها تنشيط الرقابة الحقيقية والشفافية في هيكل المؤسسة العراقية. من النجف، حسام الكعبي، يو تي في.